تصب العديد من المشروعات القومية لصالح جهود التنمية في سيناء، سواء من خلال التنمية العمرانية أو على الصعيد الاقتصادي من خلال مشروع قناة السويس الجديدة وما يرتبط به من مشروعات لتنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة لشبكة الطرق القومية ومشروعات التنمية في مجالات التعدين والزراعة وتنمية الثروة السمكية. ستظل مصر بشعبها العظيم عزيزة أبية، مصدر فخر لأبنائها ويد عون لأمتها العربية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.